أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمال حجاج بيت الله الحرام وزوار الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام وسائر المؤمنين والمؤمنات في كل مكان، وأن يعيد عليهم أيام الحج والعيد وهم في حال أحسن من هذا الحال في كل مكان. أمة تمتلك أفضل دين وتمتلك كتاب الله، ولكنها تعيش في أسفل سافلين الجاهلية بفعل انحرافها عن دينها، بفعل تضييعها لأوامر الله وأوامر نبيها. على رغم ما حباه الله سبحانه وتعالى من موارد ومواقع جغرافي متميز، إلا أن كل ذلك يصب في صالح أعدائها، وهي عدوة نفسها أولا قبل أعدائها الآخرين، وهي تلحق الضرر بنفسها من خلال الاستبداد والقمع وتغييب العقل وتغييب الحريات وتزييف الدين لمصالح ثلة محدودة من الحكام أو من المتنفذين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذا العيد. وقد قطعت الأمة شوطا أو تجاوزت أميالا في طريق العقل والحرية والعودة إلى الإسلام الحقيقي المحمدي عبر التمسك بكتاب الله وتوصيات رسوله. في بلدنا مؤشرات أو عنوان الأول تضاءل فرص الحوار، عنوان استخدمته بعض المؤسسات الدولية، أدخل في الأسباب لماذا تضاءلت فرص إنتاجية الحوار القائم في البحرين. النقطة الأولى، اضطر النظام إلى الدعوة إلى الحوار لعناصر عديدة أهمها استمرار الحراك الشعبي. وعدم نجاح القمع في إسكات صوت الشعب المطالب بالديمقراطية، بالمساواة، بالحرية. العنصر الثاني، الضغوطات الدولية الداعية إلى إيجاد حوار وحل سياسي ينتج من حوار يستجيب إلى تطلعات شعب البحرين جميعا. هذا الاضطرار لا يعبر عن الإيمان عند النظام بأن الحوار هو المبدأ والطريق لحل المشكلات. موها لو كانت المسألة هكذا ما كان يحتاج إلى حراك الشارع بهذا القدر واستمراره، ولا كان بحاجة إلى الضغوطات الدولية. ما ألجأه إلى سمى الحوار الأول في 2011 والحوار الثاني في 2012 هي هذا الواقع، مو الإيمان بمبدأ الحوار. لأن هذا النظام لم يخض في يوم من الأيام حوار مع شعبه، ما في يوم من الأيام. توه فقط في هذه السنة سنة 2011 والسنة يعترف بأن فيه شيء اسمه حوار بس مسمى، طول تاريخه ما في عنده شيء اسمه حوار، بينه وبين الشعب ما في شيء اسمه حوار. عقلية النظام غير المؤمنة بالحوار الذي اضطرت إليه تبدأ الآن شوف تسوي في تخريب الحوار، في عدم إنتاجية الحوار. احنا اضطرينا الحين تحت حراك الشارع وتحت الضغط الدولي وعناصر أخرى أن ندعو إلى حوار، ومعنى الدعوة إلى حوار وجود مشكلة سياسية، ومعنى الدعوة إلى حوار وجود معارضة واعترف فيها محليا وإقليميا ودوليا، ومعنى وجود حوار أن هناك مطالب شعب يجب أن تستمع إليها. هذا معنى وجود الحوار. نحاول الآن ما دام اضطرينا
ما قدرنا نرفض فكرة الحوار، وحاولوا يعني جهد بأنهم يقولون إلى الأمريكيين ولا البريطانيين وإلى سائر الدنيا ليش نتحاور، ما يحتاج نتحاور، سوينا تعديلات دستورية وسوينا كذا وإحنا و... لكن هناك تشخيص مو لسواد عيوننا في البحرين، لسواد عيوننا إحنا الثائرين، وإنما إذا ما نتج حل سياسي حقيقي في البحرين يقبل به الشيعة ويقبل به السنة ويخلي الأمور تمضي بطريقة سلسة، البحرين مهيئة إلى أن تتحول إلى أرض صراع محلي وأقليمي ودولي، وما حد يريد هذا، يعني العقل ما حد يريد هذا. فالذين يدعون إلى الحوار مو يدعون إلى لسواد عيون أحد، يدعون إلى لأن تشخيصه وفقا إلى قراءة مراكز الدراسات والاستخبارات وكذا أن البحرين ساحة مهيئة إلى انفجارات، إلى أزمات أمنية عميقة، وتعرف اليوم الأزمة الأمنية إذا صارت وتعمقت ممكن أن يستدعى لها أطراف إقليمية ودولية بسرعة، ما يحتاج هذا، مو ابتكار بعد. سوريا مثال، نموذج، ليبيا نموذج، هاي الدنيا كذي. العقلية التي لا تؤمن بالحوار تؤمن بمبدأ القوة والمغالبة راحت تعمل بخلاف مقتضيات الحوار. النقطة الثالثة، مقتضيات الحوار، تدخل حوار مع أطراف معارضة عندها وجهة نظر، مفروض شوية إذا أنت جاد في الحوار برد الأجواء، أول شيء إعلاميا برد الأجواء، يعني شنو؟ يعني هل قاعدين يلقاك على الطاولة لا تسبهم كل يوم، موظف وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية في الإشارة السلبية إليهم والسبيبا والنكاية العلنية، وما في وصم إلا وتوصمهم فيه ظلما، تداخل الحوار وياهم المفروض بسم الله، زين لا تمدحهم ما تسبهم قبل الحوار وما بعد الحوار، ما في إلا زيادة وتيرة الهجوم على المعارضة الوطنية الديمقراطية تصريحا وتلميحا. داخل حوار معهم عدد معتقلينهم 2400، بعد 4 أشهر 5 أشهر من الحوار يصيرون 2800، ما هي يصير تروح تستدعي الناس اللي يروحون جلسات الحوار فضلا عن اللي مجيد ميلاد يعطي تصريح يروحون يستدعون مجيد ميلاد، مجيد ميلاد حاضر الحوار، خليل على تواصل مع الحوار بطريقة أو بأخرى اكتفي بهذا التعبير، على تواصل مع الحوار وهو في جمعية داخل الحوار تروح تعتقله. عدد المداهمات في البيوت توصل 2000 مداهمة في فترة الحوار، عدد المعتقلين وصلوا 1000 وشوي، تعذيب الا يتأكد، هاي مو ما عندك نية، ما في اي مؤشر على جديتك انت في الحوار، وانت ما محتاج الى، ما في حاجة حقيقية. غيرها من المؤشرات اللي المفروض انت تسير باتجاه معاكس لها، انت عندك 2400 داخل حوار، اذا كان عندك شوية جدية اطلق سراح 1000، شو مضر انك، ودلين بيطلعون في يوم من الايام بيطلعون، علق المحاكمات، علق المحاكمات، وقف التمييز والاضطهاد الطائفي، يعني لا تفصل، وظف لك كم واحد، كل مؤشراتك عكس، كل مؤشراتك تروح باتجاه مخالف. ازداد هذه المؤشرات لا ينم عن عقلية ان العقلية الحقيقية التي اضطرت للحوار هي عقلية القمع، وهي عقلية الإقصاء، وهي عقلية الأمن، وليست عقلية الحوار ولا عقلية التفاوض السياسي. في المقابل استجابت المعارضة الوطنية الديمقراطية لدعوة الحوار لأسباب منها إيمانها بالحوار كمبدأ لحل المشاكل السياسية، مهما تعقدت هذه المشاكل، لأن إذا ما كان الحوار لابد يكون في طرف يقضي على الثاني بطريقة أو بأخرى، وهذا طريق مدمر، كلفة عالية ومدمر، يعني
تبقى الحين طرف يجي يوقع ورقة استسلام، شعب يوقع ورقة استسلام أو نظام يوقع ورقة استسلام. في المعادلة البحرينية عندهم نفس طويل اثنينهم، واحد لأن النظام يعني عنده سند إقليمي يزوده بالمال وبالدعم السياسي وما شابه ذلك، وفي درجة من التغاضي الدولي فعنده قدرة على الاستمرار. والشعب لأنه شعب مؤمن بقضيته ومستعد أنه يبذل، مستعد أنه يعطي، مستعد أنه يضحي. وإذا تسألني يقولون بعدنا في الربع الأول من المباراة، بعد هاي الناس تقول كذي، بعدنا في الربع الأول، يعني حاطين في بالهم في نفسهم أنهم يكملون المسيرة. فهذا العنصر قوتهم، إيمانهم بقضيتهم، استعدادهم للعطاء والبذل، وذاك عنده مسائل قوة مادية فعندهم نفس يستمرون. يأتي فكرة الحوار إلى مثل هذه المواضع من أجل إيجاد حلول توافقية تحقق عدالة، تحقق استقرار حقيقي، تحقق مصالح أعلى درجة من المصالح لكل الأطراف. هني تجي موضوع التفاوض، كيف تتحقق مصالح كل طرف؟ كل طرف يدافع عن مصالحه، يحطون الأوراق، يحطون الكذا، وبالنتيجة النهائية يقدمون مصلحة عامة تمثل مصلحتهم المشتركة، والفوز لهم مشتركة، البحرين، استقرارها، نماها الاقتصادي، سمعتها الدولية، كل هذه العناصر تتقدم حتى توجد هذه الصيغة من الحلول التي وجدت في مكانات مختلفة من الدنيا، يعني ليست بدعة في البحرين. الآن في اليمن قاعدين يحاولون في هذه التجربة، مصر انتكاسة ومحاولة، تونس فيها المحاولة قاعدة تجري بعد الثورة وسقوط الثورة، بعد الآن بين القوى السياسية المختلفة محاولة إعادة رسم مواضع الأقدام بطريقة حوارية. عقل، نأمل أنه ما ينجرون إلى مسألة عسكر وأمن واقتتال. وهكذا في كل مكان يجب أن يكون العقل هو السيد، ويكون الحوار هو الطريق إلى إيجاد حل للمشكلات. النقطة الثانية التي تدفع المعارضة إلى الحوار، لدخول الحوار، حتى ما يحملها لا الشارع الشيعي ولا الشارع السني ولا المجتمع الإقليمي ولا المجتمع الدولي مسؤولية عدم إيجاد حل في البحرين. واحد، في الشارع الشيعي ما حد يلومنا، نعرف، لأن الشارع هذا مخذول وملدوغ عشرات المرات من النظام، فعندما تقول للمعارضة أنا ما أدخل لأن النظام مو صادق، يصدقها، ما عندنا مشكلة حقيقية. بس في الشارع السني عندنا مشكلة، يقول هذا لين الوفاق وجماعتهم، هذا لين المعارضة متعصبين، أكهو يقولون لهم تعالوا حوار ما يجون، كيف بتحلون المشكلة؟ عجل هني ما تقدر تقنع هذه العقلية بسهولة، تزيد الصعوبة في المجتمع اللي مو هو يعني معاك ويتحين عليك الكلمة والفرصة والكذا إقليميا ودوليا. فإذا رفضت المعارضة الحوار أقول، أو رفضت الاستجابة لهذه الدعوة التي ترى في أنها غير جادة، ما تتوفر على عناصر النجاح، واحد اثنين ثلاثة أربعة قالتها المعارضة، كل هذا راح يمسحونه ويقولون أنتوا رفضتوا، ما أعطيتوا فرصة إلى الحل. فالمعارضة دخلت بهذه العناصر، إيمانها بالموضوع، إيمانها بالحوار كمبدأ، الموضوع الثاني حتى لا أحد يحملها اللوم بأن احنا ما وجدنا حل في البحرين بسبب أن المعارضة مي راضية. لأن على ما يصير كل اللي يشوفوا اللي يصير في سوريا، حجم الدمار والضحايا، اللي راح يرفض جنيف اثنين في ظل إذا توافقوا واستمر التوافق الأمريكي الروسي راح يكون هو المسؤول. عاد انت شنو موقعك، شنو موقفك من النظام، شنو موقفك من المعارضة؟ اللي يرفض جنيف اثنين يتحمل المسؤولية السياسية في الخطاب الدولي. خلى بس التوافق يستمر، اذا التوافق مو مستمر يمشون الشغلة، هذا يقول كذي وهذا يقول كذي، اتباع روسيا يقولون كذي واتباع امريكا يقولون كذي. اذا استمر التوافق مالهم وقالوا لا نبى جنيف اثنين وفقا لمعادلة اقليمية ترتيبات معينة، خلاص تقدر المعارضة اللي تقول ان عدد الضحايا في سوريا 1,000 و10,000 او اكثر شوي. اعود الى الفكره مبسطه حتى لا يكون فيه لوم
على المعارضة. في هذا الحوار كانت المعارضة واعية، وعيها السياسي الذي أيضا يتميز به شعبها، تمسكت بمطالبها، تمسكت بمطالب أن يكون هناك حوار جاد، ناقشت في هذه المطالب، طرحت أسس ومبادئ إنسانية، وتلقت رفض إلى هذه الأسس والمبادئ الإنسانية من النظام، إلى الموازين العادلة إلى الحوار من النظام، والنظام استمر في الإجراءات الأخرى. ممكن تكون أخطاء، وممكن تكون لا تعبير عن طبيعة النظام. يعني لو كنا نحسبها سياسياً، من الخطأ أنك أنت في ظل هذه الأجواء تروح تصعد الوضع الأمني وتعتقل وتحاكم وتعتقل سياسيين وكذا، بحيث أنك تعري نفسك أمام العالم. بس هي عقلية النظام، هي مشكلة النظام الأمني أو العقلية الأمنية التي تسيطر على الأنظمة، ترتكب أفعال لا تتناسب مع مصلحتها السياسية، لا تتناسب مع مصلحتها السياسية. المعارضة واعية ورفضت أن تشترك أو توافق أو توقع على أي نوع من الاتفاقيات الكاذبة التي تسمى الدكتاتورية ديمقراطية، مثل التعديلات الدستورية الأخيرة، استبداد، تكريس استبداد، يريد أن يسميه تطور ديمقراطي، تكريس استبداد. المسألة الآن أصبحت مكشوفة في ثلاث كلمات: من هو اللي يقرر في التشريع؟ إذا لفيت أدرت وسويت صلاحيات وزدت مادة وحدثت مادة وكذا، من هو اللي يقرر؟ آخر شيء الملك اللي يقرر، انتهى الموضوع. هذه مي ديمقراطية، ولا لي قيمة كل الإجراءات التي تسويها من انتخابات وصلاحيات وهرار، من نتيجة النهائية من هو اللي يقرر في التشريع؟ من هو اللي يقرر في الرقابة؟ من هو اللي يقرر في التنفيذ؟ من هو يعين التنفيذ؟ من هو كيف تفرز الحكم؟ انتهى الموضوع، ما تحتاج لف ودوران وقراءات دساتير وكذا. هاي الديمقراطية والدكتاتورية. الدكتاتورية أن تبقى القرارات خارج الإطار الشعبي، إذا الشعب هو اللي يسوي الحكومة، حكومة ديمقراطية، مو الشعب هو اللي يجيب الحكومة، حكومة مستبدة دكتاتورية، ما هي ديمقراطية، خلاص سلطوية. يتفلسفون في الأسماء، كل المحصلة مالتها ما هي حكومة ديمقراطية، الأسماء الأخرى سلطوية دكتاتورية مستبدة، هاي الأسماء الموجودة. روحوا إلى الأسماء الموجودة والمعتمدة في التقييمات التي تهتم بهذه المواضيع، شوفوا البحرين ويش يسمونها، أما دولة سلطوية أو دولة غير ديمقراطية أو دولة غير حرة، هاي الأسماء الموجودة. فالمعارضة واعية، لا يمكن أن يمرر عليها ألفاظ فاضية بلا مضمون، وهذا الذي يجعل من جلسات الحوار جلسات صعبة على ما فيه من سلبيات أخرى. كما تمسكت في الجانب الآخر المعارضة بحراكها السلمي الشعبي وعملها السياسي والحقوقي ونشاطها الإعلامي، لأن الحوار لا يبرر في حد ذاته، الحوار الجاد لا يبرر في حد ذاته أن أوكي وقفوا كل العمل الثوري، ما يبرر. ففضلا عن حوار موجود، هذا العمل داخل ضمن حقوق الإنسان الأساسية. يعني في حوار من حق الناس أن تتظاهر وتعتصم، ما في حوار من حق الناس تتظاهر وتعتصم. في ديمقراطية من حق الناس أن تتظاهر وتعتصم، في دكتاتورية من حق الناس بالأولى أن تتظاهر وتعتصم. ما تقول له والله لا تأكل لا تشرب لأن في حوار، ما له علاقة. فاستمرت المعارضة والشعب بكل عام في حراك السياسي والسلمي، بحيث أنه مو حوار وإحنا موقفين حركتنا وإيصال قضيتنا للعالم تحت مسميات حوار واهية. النتيجة تبين الرأي العام المحلي بشقيه الشيعي والسني والعالمي والإقليمي كله بأن النظام غير جاد في هذا الحوار، ألا الجاد ما يروح يعتقل ويحاكم ويداهم ويصعد اللغات السياسية، ولا يرضى بأبسط الأمور البديهية إلى الحوار، من تكافؤ الممثلين، من وجود أطراف حقيقية في الحكم، من غيرها من الأمور. ولذا في المجتمع الدولي
المنصف منا واضح بأن الدولة تتحمل، النظام يتحمل المسؤولية في عدم إنتاجية الحوار حتى هذه اللحظة. ستبقى المعارضة الوطنية الديمقراطية مع مبدأ الحوار لحل الواقع أو للخروج من الواقع السيء الذي تعيشه البلاد، وستكون على استعداد للاشتراك في حوارات حقيقية وجادة تأخذ بأسباب الحوار وتتجاوز السلبيات للحوار القائم. في جانب المجتمع الدولي أصبح من الأمر من الوضوح بأن من يقف أمام إنتاجية الحوار وجدية الحوار هي السلطة، ولذا على المجتمع الدولي أن يرتب تصريحاته ومواقفه بناء على ذلك. الموضوع الثاني استيراد الأسلحة والجنود، مؤشرات الدولة البوليسية القمعية. مجموعة إجراءات تبين طبيعة العقلية التي تتحكم في بلادنا وفي شعبنا. مؤشر الأول ورد في الحساب الختامي لميزانية 2012، وهذا حساب معلن ويقدم لمجلس النواب، ونحن نقول حساب ورقي يعني لا يكتبونه في الأوراق، أن في شيء بعدين بتطرق إليه ما ينكتب في الأوراق، وهي الإدارة الحقيقية إلى الدولة ما تنكتب في الأوراق. في الحساب الورقي اللي يتقدم إلى العالم كله، أن ميزانية الرواتب في البحرين 1,200,000,000 دينار، رواتبنا في السنة 1,200,000,000 دينار، 800,000,000 دينار رواتب الجيش الحرس الداخلية، ثلثين ميزانية رواتب دولة، ثلثين ميزانية رواتب دولة هي عبارة عن صرف على الجانب والموظفين الأمنيين والعسكريين. يعني كيف الدولة دولة ثلثينها أمن وعسكر؟ ما في دولة في الدنيا كذي. هاي مو مؤشر، هاي مؤشر رقم مال الحساب الختامي، هاي مؤشر الحساب الختامي، وهذا أكبر بند في الأمور الثابتة الرواتب. احنا ميزانيتنا كم حتى يطلع هذا الرقم ميزانية 800,000,000 دينار؟ شو مؤشر هذا؟ دولة المدنية، الدولة اللي فيها الأمن وخدمة المجتمع فيها 10%، 3% إلى 10% واجد، مو ثلثين. مؤشرات أخرى، عدد أفراد الأجهزة الأمنية اعتمادا انطلاقا من الرواتب. أنا كنت أقول لكم رقم قديم 55,000 جابوا لنا في سنة 2007 الذين ينتمون إلى هذه الأجهزة، وهو عدد يفوق في ذلك التاريخ، يفوق تقريبا 15,000 إلى 16,000 عدد الناس اللي يعملون في القطاع المدني. بقية الوزارات كاملة اللي هم 38,000-39,000 ممكن وصلوا 40,000 اللي يشتغلون في الوزارات غير هاي الوزارات الداخلية والجيش والمخابرات والكذا تابعة لوزارة الداخلية، غير اللي يعملون في هاي الوزارتين الأمنيتين، بقية الناس تشتغل مجرد 40,000. هني كان 55,000، هذا الرقم الآن زاد كثير جدا. ما في إحصائيات لأنك دائما هذه الدول البوليسية تحيط أمورها بالسرية، سرية واهية هي. إذا تروح تبحوش في مراكز الدراسات الأوروبية والأمريكية تحصل الأرقام، بس على الناس هني سرية. هي هو النقطة التي تجي بعدها، إذا أنت بتبقى تشتغل تقعد وراء الإنترنت وعندك شوية معرفة وين تدور تحصل الأرقام، هني تعتبر سرية. حتى مجلس النواب ما حد يدري،
كم عدد الشرطة ما حد يدري، ما جابوا، جابوا لنا رقم قالوا رفلي 55,000 حسبوها. أنا أعرف أن بعض الأجهزة الأمنية خصوصا التي تتعامل مع ما يحدث في الشارع تضاعفت يمكن 5 مرات من العدد الأولي قبل 14 فبراير. احسب البقية بعد. مؤشر آخر، استيراد الأسلحة قياسا بحجم الميزانية. احنا ما نستورد أسلحة قياسا بميزانية المملكة العربية السعودية ولا ميزانية الإمارات ولا ميزانية الكويت، بس وفقا لميزانيتنا احنا نتقدم على بعض هذه الدول. وقبل الثورة البحرين تيجي في المرتبة 8-9 من ناحية استيراد الأسلحة قياسا بميزانيتها في العالم. احنا مو مستوردين حقيقيين للأسلحة، لأن تعرف انت صفقة السلاح كل طيارة هذه 250-300 شو اسمه مليون، وتعرف انت بعض الدول تشتري بالهبل يعني. لكن تحسب ميزانيتنا، تحسب كم صرفنا على احنا هني ما عندنا احصائيات، ما تجي احصائيات في بند الحسابات السرية، ومدخلين قوة الدفاع في كثير من اجراءاتها في بند السرية. ما في شيء يجيك في مجلس النواب يقول لك والله هاي قيمة الصفقة مال الأسلحة اللي اشترينا، ما في. اذا تبغاها روح دور في مراكز الدراسات والبحوث المنشورة على الانترنت او في المراكز اللي تهتم. بريطانيا لازم تطلع تقرير شقد باعت أسلحة، فتشوف ان في 100 هالقد صفقة سلاح صغيرة وكبيرة يا البحرين، تروح تبحوش هناك تطلعها، تروح تبحوش في هذه المؤسسات في امريكا تطلعها، في بقية الأوروبا إذا تروح صوب أوروبا الشرقية يضعف الحساب. ما أعرف الكوريين من وين طاحوا على ورقتهم اللي الحين بنتكلم عنها، بس الدول الأمريكا الجنوبية الدول أوروبا الشرقية هذا الأمور فيها ضعيفة. بس إذا كنت تتعامل مع أوروبا كنت تتعامل مع أمريكا في دائما أرقام ممكن الحصول بطريقة وأخرى عليها، احيانا وفقا الى بند يعني عدم السريه وشفافيه المعلومه، وكل واحد يقدر يحصل على المعلومه، فيروح اي صحفي يقول انا ابي المعلومه الفلانيه كم بعتون سلاح على البحرين يطلعونه. في بعض الناس المتعاطفين يطلعون الحكي مال بريطانيا، يطلع من الناس متعاطفين يقولوا راح كم شو اسمه، فتشوف ان بايعين انواع من الاسلحه الى البحرين. اما في البحرين فهي طبعا تحاط بالسريه وميزانيتها مفتوحه، ولذلك في ظل ما كان فيه من فائض هاي الفائض تبى تشوفه بعدين ما تحصله تبخر في طريق طرق يتبخر فيها الفائض. فائض يعني احنا نحسب النفط على 80 دولار، نقول متوسط سعر النفط في سنة 2011 راح يكون 80 دولار، بينما هو يصير 100 دولار. نحط الميزانية بهالاتجاه فيها عجز في البداية، إذا استمر سعر النفط زين يصير فائض. فكانت عندنا بعض السنوات لما كنا في المجلس كان في حدود 700 مليون فائض، 400 مليون هيك من القصص. هذا الفائض وين يروح؟ مفروض يروح في الميزانية العامة إلى الدولة وفي الخزينة مالتها والتراكم مالها. ينشر بقى أسلحة بدون رجوع للمجلس بدون رجوع لأحد، يتوزع ما أدري بأي طريقة وتدبر ما تبغى. لما تحصل شيء بلاك هول مال ميزانيات، بلاك هول في الفضاء في ثقب أسود يبلع الأشياء، بلاك هول مال ميزانيات واجد فيها بلاك هول طبعا ميزانيات دولنا. كل هذه المؤشرات تدل على العقلية البوليسية القمعية في إدارة الدولة. شو نتائج هذه العقلية؟ لا أمن ولا استقرار في البحرين. الناس اللي روجوا إلى هذه، حققتون أمن ما حققتون أمن، حققتون استقرار ما حققتون استقرار، سمعة للبحرين ما حققتون سمعة للبحرين، قضيتون على المعارضة ما تقضون على المعارضة في البحرين. شو نتيجته؟ بس سواد وجه في البرة والشعب
يزداد رفض ويزداد تمسك بالتغيير، هاي اللي حققته. انتم غيركم، اذا انتم مو ديمقراطيين غيركم بعد مو ديمقراطي، تعلموا منا. هذاك غيركم حولكم، حولكم عارفين يديرونها بطريقة أو بأخرى، ما محاولين كل حجر ومدر ضدهم في الديرة. يقول عندهم ميزانية، حتى لما عنده ميزانية، أعمال ما عندها ميزانية، وأعمال فيها ثوار يسمونهم ثوار ظفار، طلعوا بالسلاح وفرضوا نفسهم وعندهم قصص يعني بعد واعين فاهمين، أكو صور السلطان في كل مكان. ما عنده ميزانية قدكم، ما عنده ميزانية قدكم. هاي العقلية قادت البحرين إلى أزمات مستمرة مزمنة، سجننا أسود في الحقوق في كل شيء من عشرات السنين، من عشرات السنين، والناس تزداد قناعة إلى حد يعني خلاص وصلوا إلى حدهم لابد من التغيير. أي نتيجة الخيارات الأمنية والعقلية الأمنية التي تدير البلاد. وأثمرت بالإضافة إلى الثورات والانتفاضات انتفاضة عارمة شعبية في سنة 2011 في 14 فبراير، وهي مستمرة حتى هذه اللحظة بنفس الزخم، والمسيرة الأخيرة اللي كانت مؤشر على هذا الزخم. في ظل هذه المعادلة التي وصلنا إليها، معادلة شعب، قسم كبير من الشعب مؤمن بضرورة التغيير، مستعد للعطاء والبذل من أجل هذا التغيير، بالشهداء، بالمعتقلين، بالجرحى، بالفصل، بكل الأساليب القمعية المتعارفة والمبتكرة، بكل هذه الأساليب الشعب مستعد أنه يمضي حتى النهاية. هاي جزء من المعادلة. جزء آخر من المعادلة، النظام يقول لك راح أزيد جنودي، راح أجيب جنود من باكستان، راح أجيب جنود من مرتزقة من مختلف بقاع الأرض، وراح أصرف مساعدات اللي أحصل عليها على هذا وراح أقمعكم. هذه المعادلة مؤلمة، مؤلمة إلى الشعب، فيها جراح، فيها ألم، ومدمرة إلى الوطن، بس نتيجتها محسومة. الشعوب تنتصر، تفرض إرادتها، الشعوب مع الاستمرار تفرض إرادتها، ما في مجال. وهذا ما سيكون، فهو سنة الله في الأرض، وهكذا حكى التاريخ. الآن في الأمس يعني أول أمس أمس بدأت حملة ذات طابع إنساني يشترك فيها عدد كبير من الناس من غير البحرينيين، مؤسسات وأفراد، لمنع استيراد كميات كبيرة من الغازات من كوريا، بعدها حملة إلكترونية كذا. ندعو الأحبة إلى التفاعل والمشاركة في هذه الحملة وفي غيرها من الأفعال التي تؤشر على رفض شعب البحرين إلى الاستمرار في النظام المستبد ومطالبته بالديمقراطية، تحول الديمقراطي. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الخيرات والثمرات، ألف بين قلوبهم، اجمعهم على الخير والهدى. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار، وشافي جرحانا، وآمن مطاردينا ومهجرينا. أفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.